وهذا واحد من الأصناف اللي ما معروفة، لكن شوف الاسم غير معروف. وهذه ثمارة، ثمارة سوداء حجمها طيب، تشبه نوعا ما كثمرة تشبه الأسباني الأسود. أنا أول مرة بأكل منها اليوم بمشيئة الله تعالى. فيها كان نسبة تساقط، هذا شكل أوراقها، كان فيها نسبة تساقط. حاليا الحمد لله بدأت تثمر وبدأت تثبت الثمار، الحمد لله رب العالمين. الصنف غير معروف صراحة. وخلينا نفتح، أنا أول مرة بفتح الثمرة اليوم من الداخل، تشبه تماما الأسبان الأسود، صح؟ لا خلينا أتذوق لكم إياها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا، والله طعم غريب، سكرية سكرية سكرية. طبعا أنا ما سويت منها تشتيل هذه ولا شيء. لا لا لا، صراحة الروعة، روعة، جميل جدا جدا هذا الصنف طعما. بس هي تقلب كانت صفرة كما هذه وتسقط، فيها نسبة تساقط، أتوقع أنها صيفية. ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله إن طعم لذيذ، ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. روعة 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 روعة.